الآن ما حدث في البرلمان إذا ما قرأنا ما يحدث في البرلمان الآن؟ داود أوغلو وعلي باباجان حزب السعادات ينفصلون بشكل أو بآخر عن كتلة الجي بي ويحاولون تأسيس كتلة خاصة بهم إي بارتي بشكل أو بآخر، يقول أنه ربما ينفصل سيذهب إلى بعض الأحزاب الصغيرة ليتحالف معها. الآن جي بي يعني الآن يصبح أكثر ضعفا، برأيك الأحزاب الصغيرة التي تحالفت مع تحالف الجمهور بقيادة أردوغان مثل أربيكان الرفاه من جديد وهدى بارتي، هل من الممكن أن ينفصلوا هم آخرين ويكونوا ربما تحالف خاص بهم؟ لا، الفرق كبير، الفارق كبير. بالنسبة لتحالف المعارضة، أعتقد ثاني يوم ميرال أكشنار قالت أنه التحالف انتهى، وداود أوغلو قال أن التحالف انتهى. انتهى، انتهى، لأنه البرنامج اللي وضع لهذا التحالف برنامج انتهى أيضا، لأنه مستحيل تحقيقه، اللي هي عملية الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني. أما بالنسبة لتحالف الجمهور فهو تحالف فائز، فائز في البرلمان وفائز أيضا في السلطة التنفيذية، والآن هو دخل في تنفيذ مشروعه، وكل أحزاب التحالف عندها مهمة والكل سيشارك في السلطة. والدليل على ذلك كيف حصل نعمان كوتورمش على 321؟ صحيح لا؟ طيب حزب العدالة ما عنده 321، فإذن التحالف الفائز هو الآن تحالف ماشي في برنامج ومشروع، وليس الآن من يحكم تركيا الحقيقة هو برنامج وليس حزب العدالة. ومن طريقة التشكيل الوزارية التي رأيناها، لاحظ الوزراء معظمهم في جيل يعني في سن الولادة في 1970 68 69، ما في أحد من جيل 55، من جيل 52 يعني اللي عمره 65 سنة 70 سنة، كلهم من جيل الجديد، وهؤلاء أيضا عندهم خبرات لأنه معظمهم يحمل ماجستير ودكتوراه، وأيضا كان يشارك في السلطة خلال فترة العشرين سنة، يعني هن كوادر شابة الآن في متوسط العمر عندهم خبرات. فواضح تماما أنه الآن الذي يحكم تركيا هو برنامج، والدليل على ذلك أنه من التشكيلة الوزارية السابقة ما في إلا وزيرين، وزير الصناعة، وزير الصحة، ووزير السياحة، والوزراء كلهم انتقلوا لوين؟ إلى البرلمان. فإذا ماذا حصل؟ إذا هون ما عندنا يعني مراعاة في طريقة الأداء وطريقة إدارة السلطة، مراعاة لخاطر فلان أو خاطر فلان، والله هذا عنده شرط، هذا بيزعل، هذا أنا متمسك في سلطتي. لا، هنا الانتقال يعني هنا المحور الأساسي هو البرنامج والعمل وليس الفرد. كلهم كانوا أثبتوا أنهم جنود، سواء الوزراء السابقين انتقلوا إلى البرلمان، انتقلوا إلى البرلمان، جاءوا الآن كما ذكرنا في حلقة سابقة هم وزراء مصارعون وليسوا وزراء موظفون، يعني هم أصحاب قضية وأصحاب هدف وهم مقاتلون، يعني ما أحد عنده دوام، هو مستعد يعمل في الليل والنهار. الحقيقة لفت انتباهي كان كلمة لوزير الخارجية السابق مولود، ما أدري إذا كان رأيتها، سألوه كيف بتعلق، أنت الآن طلعت وصرت نائب، كيف بتعلق على طريقة العمل مع أردوغان؟ قال لهم العمل مع أردوغان صعب للغاية، لأنه ممكن بأي لحظة الساعة 2 أو الساعة 3 نعم الفجر يتصل. قال أنا اتصل فيني مرة والتليفون محطوط بغرفة تانية على الشاحن، وجدت أنه اتصل فيني 3 مرات الساعة 3 الصبح، فلما قابلته في اليوم الثاني اعتذرت منه، قلت له أنت يعني الشاحن موجود، فقال له لا أنت تكسر النوم، أنت لا تنام كثير، يعني أنت تنام كثيرا. يعني تخيل أنت الآن في عمل في شركة معينة، رئيسك يتصل فيك الساعة 3 بالليل ليسألك عن ملف من الملفات، وقال أيضا مثلا يطلب مني معلومة ثم يتصل بعد ساعتين أقول لسه ما حضرت، يعني ما وصلت المعلومة. فهو رئيس متابع، يعني ما عنده ليل ولا نهار ولا عنده دوام رسمي، عنده برنامج، هذا البرنامج يجب أن يطبق. فالحقيقة يعني ملامح السلطة الآن في تركيا هي بهذا الشكل، شكل التحالف إذن لن يتغير برأيك.
Thank you.